بالموضوع اليوم كان عبارة عن محاضرة حول موضوع التحولات الجيوستراتيجية في العالم وتأثيرها على المغرب. بمعنى أن الموضوع ينقسم إلى شقين، يعني التحولات اللي كيعرفها العالم اللي هي تحولات يعني طبعا يعني راهنة وكتميز بالتعقيد وواحد الحيوية، وفي نفس الوقت تأثيرات التحولات هذه على المغرب. هذا هو السبب اللي دعانا يعني نستدعي الدكتور دريس خلوز اللي كيحاضر حول هذا الموضوع هذا، ورجل اقتصاد وفي نفس الوقت منفتح على مجموعه من التخصصات. لماذا استدعينا يعني الاستاذ خروز؟ اولا لكفاءته وخبرته يعني كمثقف كباحث كاستاذ، وفي نفس الوقت يعني المساله كتدخل في اطار الانفتاح يعني للجامعه المغربيه من خلال كليه العلوم القانونيه والاقتصاديه والاجتماعيه للشقطه البيضاء على مناقشه هذه القضايا الحيويه اللي كيعرفها العالم. وبالتالي يعني طبعا هذا المجال هو مجال يتكلم عنه الفاعلون السياسيون الدوليون، طبعا يناقشه ويحلله ويعلق عليه رجال الاعلام مختلف التوجهات ديالهم، الصحافه المكتوبه المسموعه المشاهده الالكترونيه. هذه المبادره هذه كانت عباره عن فتح المجال للجامعه المغربيه والاكاديميين للدلو بدلوهم في هذا المجال، وبالتالي تقديم مجموعه من التحليلات، مجموعه من المقارنات، مجموعه من التفسيرات لهذه الظواهر هذه اللي هي ظواهر صعبه ومعقده على مستوى الفهم والتحليل، وفي نفس الوقت يعني تشجيع الطلبه والطالبات على مناقشه القضايا هذه. وبالتالي يعني التخصص في واحد المجال هي مسألة مهمة وأساسية، ولكن انفتاح على مجالات أخرى علمية ومعرفية ستقوي هذا التخصص وكتعطي يعني قيمة مضافة. كما كانت هذه المحاضرة طبعا عبارة عن فرصة لتقييم يعني تأثيرات هذه التحولات الجيوستراتيجية الكبرى على المغرب وعلى يعني المستقبلية طبعا السياسي والاقتصادي التنموي وغيره.